first time may be something of a shock to him. I think I understand, Doctor. He's been looking forward to your arrival with great eagerness. Hey, you all right down there? اول عرض لكابتنز زعتري في الميدل ايست, والجمهور العربي اول مره هيشوف الفيلم, ومتحمس طبعا جدا عشان ده كان حلم اللي احنا نشارك اللي احنا بنعمله مع الجمهور. اكتر حاجه تسعدنا انه الفيلم اللي بيتعرض النهارده في مهرجان الجونه يبقى ابن منصه الجونه السينمائيه. دي حاجه عظيمه جدا واحساس جميل ان احنا فعلا اللي بنوعد بيه بنعمله, يعني بنكمل المسيره. مبسوطة ان احنا نشوف الفيلم مع الناس, ومحمود وفوزي قصتهم كل الناس هتشوفها. هي فكرة انهم يدعموا اي حد عنده مشروع لسه بيدور على تمويل, دي حاجة مهمة قوي, او مشروع ابتدوا يصوروه مش عارفين يكملوا الانتاج بتاعه فيلاقوا لهم كراود فاندنج, يعني ان احنا اي حد ممكن يساهم في انتاج الفيلم ده. دي حاجة مهمة قوي انك بتسهل للصناع انهم يوصلوا الرسالة بتاعتهم. عارف ان هيبقى في افلام تانية كتير دخلت سيني جونة وخدت دعم وهتبقى موجودة خلال السنين الجاية عشان تزود المكتبة السينمائية سواء بأفلام تسجيلي أو أفلام روائية. مهرجان الجونة بيصنع فيلميكرز انترناشونال. اللي حصل معايا هنا لما شاركت في تطوير الفيلم عرفني على كل السيلز ايجنت والكو بروديوسرز والجهات اللي دعمتني في بعد كده. انا شايف اللي احنا في خلال كام سنه هيبقى عندنا افلام كتير جدا في كل حته في العالم, وهنبقى عندنا افلام بتشارك بتبقى موجوده في السينمات في كل حته في العالم, وده عشان السوق اللي بيتفتح لنا هنا.